السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثالث الإعدادي، عدنا لكم مرة تانية. في الحلقات السابقة كنا اتكلمنا عن الوحدة الثالثة، مصر تحت الحكم العثماني، اتكلمنا عن مصر بين المماليك والعثمانيين، اتكلمنا عن الدرس الثاني الحملة الفرنسية في مصر. النهاردة الدرس الثالث والحلقة الثالثة بالنسبة للوحدة الثالثة عندنا، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. مع اجيال الدرس النهارده هنقدر نشوف الدرس ده بيتكلم عن ايه، والاسئله بتاعته بتيجي ازاي في الامتحان، وايه اللي ممكن نركز فيه واحده واحده كده يا جماعه، ونقول ايه النتائج المترتبه على رحيل الحمله الفرنسيه. النتائج المترتبه على رحيل الحمله الفرنسيه، او دايما بيجي سؤال، السؤال الثانويه العامه مره قال لك تنازع على مصر ثلاث قوى بعد خروج الحمله الفرنسيه، ما هي؟ او دلل حدث فراغ سياسي بعد خروج الحمله الفرنسيه. طب نتيجة الكلام ده ايه؟ ايه النتائج المترتبة على كده؟ واجهت البلاد فضلت الفوضى والاضرابات والاضرابات صراعات ايه؟ بين المماليك والعثمانيين وانجلترا. ايوه، يبقى الثلاث قوى اللي تشكلهم على مصر الحلوة بعد خروج الفرنسيين هم المماليك والعثمانيين والايه؟ والانجليز او بريطانيا. وتاني حاجة رغبتهم في السيطرة على ايه؟ على مصر وبسط نفوذها عليها، وبالاضافة اللي استمرت مصر ولاية تابعة لمين؟ للدولة العثمانية. يبقى وجد ثلاث قوى مختلفة هم المماليك والعثمانيين وانجلترا. جه ولد اسمه محمد علي، كان من الجنود الذين طردوا الحملة الفرنسية من مصر، والشعب المصري عمل ثورة، بما تفسر قيام الشعب المصري بالعديد من الثورات ضد الولاه العثمانيين. كان اياميها ولاه كتير جدا، اولهم كان خسرو باشا وطاهر باشا، الى ان تم القضاء عليهم. وقامت ثورة في 1804 بسبب ايه؟ فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. طيب يبقى الثورة قامت بسبب فرض الإتاوات والضرائب على ايه؟ على الأهالي. من الفترة دي بقى محمد علي عمل حركة جميلة قوي. بدأ يراهن، أقف مع الشعب، أقف مع السلطة، أقف مع الوالي، أقف مع مين؟ قال لك أقف مع الشعب. فالسؤال يقول لك بما تفسر كسب محمد علي عطف الشعب وثقة زعمائه أثناء ثورة 1804؟ ليه؟ قال لك خشى محمد علي أن تصيب الثورة جنوده، وجاهرة. يعني إيه جاهرة؟ جاهرة بالانضمام محمد علي إلى العلماء، يعني قال لهم أنا معاك علنيا يعني، واختلط بالأهالي الساخطين، وتعهد بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضرائب على الناس. وكان اقتراح جميل قوي من محمد علي، قال لهم انا هعمل لكم حاجه حلوه قوي، هعين لكم خورشيد باشا، اللي هو خورشيد باشا ده وليا على مصر، وتم تعيينه فعلا من قبل السلطان. فالشعب بصوا لمحمد علي يا اولاد على اساس اللي هو مشطم عام في حكم مصر، لما قالوا تعالى امسك حكم مصر قال لهم لا، خورشيد باشا هو الذي ايه يتولى. فنظر اليه الشعب كرجل عادل يكره الظلم. طب ايه النتائج المترتبه على موقف محمد علي الجميل ده من ثوره 1804؟ واحد، كسب محمد علي عطف الشعب وثقه الزعماء. اثنين، نظر اليه الشعب كرجل يكره ايه؟ يكره الظلم. يبقى نتيجه ان محمد علي عمل كده، رفض يتولى عرش مصر وجاب واحد مكانه، قال لك بس محمد كده علي بيكره الظلم وبيحب العدل، فكسب عطف الشعب وثقه الزعماء. طب ما النتائج المترتبه على الكلام ده كله اللي احنا قلناه؟ اجتمع زعماء الشعب، عمر مكرم جاب الزعماء وراحوا دار المحكمه بيت القاضي وقرروا ما يلي، وكانت المفاجاه. واحد، عزل خورشيد الوالي العثماني. ايوه، واحد عزل خورشيد باشا. اثنين، تعيين محمد علي بدل منه بشرط، ايه بقى؟ عدل وان يبرم الا بمشروط. يعني اول مره في تاريخ مصر يتم تعيين والي وعزل والي باراده الشعب، وايه كمان؟ بشروط دستورية جديدة، وهي أن يسيروا بالعدل وأن لا يبرم أمرا إلا مشروطهم. ودي كانت أول مرة في تاريخ مصر كلها تعيين والي بإرادة إيه؟ الشعب. وبعدها يا أولاد جه فرمان في 9 يوليو 1805 أصدره السلطان، وفي فرمان يعني أمر واجب التنفيذ بعزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه. وإيه بقى؟ وانتشرت الأفراح في مصر. ليه؟ لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين والي براءة الشعب وينصغ له السلطان. وفجأة من المفاجآت الغريبة إن محمد علي تولى عرش مصر، ولكن قابلته أربع مشاكل. مشكلة نقله من مصر وهتتحل، مشكلة حملة فريزر، مشكلة الزعامة الشعبية، مشكلة المماليك. نمسك أول مشكلة عندنا، وهي محاولة نقل محمد علي إلى سالونيك 1806.
انجلترا ما كانتش عاوزه محمد علي يمسك مصر، كانت عاوزه واحد اسمه محمد بك الالفي او اي والي تاني يمسك بدلا من محمد علي، لان محمد علي كان شديد. قالت لك هنعمل ايه؟ راحت للسلطان، يا سلطان ايوه عاوزك تخلع محمد علي وتعين اي والي مكان، سمعا وطاعا. طب ماشي هتعمل ايه؟ قال لك هنشيل محمد علي ونجيب واحد اسمه محمد بيك الالف. قال لهم انا لا اجيب واحد اسمه موسى باشا. المهم اللي حصل ما قدروش يشيلوا محمد علي بسبب الزعامه الشعبيه. هنا السؤال اهو بقى، قال لك لم ترضخ بريطانيا بسهوله لانها كانت تسعى لتعيين محمد بيك الالف المملوك. ليه؟ عشان تطمن على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه. اقنعت السلطان العثماني اعزل محمد علي وادي الولايه لمحمد الالفي او اي والي تاني. واستجاب السلطان فعلا لبريطانيا او انجلترا وارسل اسطول يحمل فرمان يتضمن ما يلي: نقل محمد علي الى ولايه سالونيك بمقدونيا باليونان، وتسليم السلطه دون معارضه او مقاومه الى الوالي العثماني الجديد وهو كان ايامها اسمه موسى باشا. فرفضت الزعامه الشعبيه فكره النقل، خلي بالكم، وطالبت بتثبيت محمد علي. فرضخ السلطان وتخلى عن فكره النقل خلاص، وتم تثبيت محمد علي 1806، ودي كانت الفرحة الثانية بتثبيت محمد علي. السؤال يجي يقول لك دلل على قوة الزعامة الشعبية عند نقل محمد علي. رفض الشعب ونقل محمد علي إلى ولاية سالونيكا. سالونيكا وتثبيت محمد علي 1800 وكام؟ 1806. وبعدها بفترة طبعا بريطانيا لم ترضخ، وبرضه مفيش فايدة، فضلت ورا محمد علي عاوزة توقعه، وفعلا توقعه بس في الآخر. ما نبقى نوصل لها 1840. وفجأة حملة السقعان، سقعان ايه يا استاذ؟ ده في حد عندنا اسمه سقعان في المنهج؟ لا، ما هو فريزر بقى عشان يبقى سقعان. حملة السقعان او حملة فريزر 1807 ليها اسباب وليها نتائج وليها اسباب فشل، بس مش موجودة سبب الفشل موجود في الكتاب. نركز قوي في الثلاث اسئلة دول. فريزر ما سكتتش، حملة فريزر جت عشان تستولى على مصر وتحتل مصر كلها وتخلع محمد علي عشان السلطان ما عرفش يخلع. طب ما اسباب حملة فريزر؟ واحد، انتهزت بريطانيا فرصة تدهور علاقتها مع السلطان العثماني وارسلت حملة عسكرية بجانب مين؟ السقعان، ماشي، اللي هو فريزر. في مارس عام 1807 واحد اجل احتلال مصر، اثنين خلى محمد علي، ثلاثة تثبيت محمد بك الالفي اللي كان تابعها. ايوه تابعها فين؟ في الحب. تابعها في على الحب. طيب ايه نتائج الموضوع ده؟ تمت. واحد، هزيمة الحملة في رشيد وحماد. اثنين، الجلاء المقابل فيها الافراج عن ايه؟ الأسرة. ودخل محمد علي الاسكندرية منتصرا. ده أسباب ودي نتائج. النتائج اتهزمت طبعا في رشيد والحماد وتم الجلاء مقابل الفرج عن الأسرة، لكن في سؤال مش موجود في الكتاب ونركز فيه، سؤال جاء في الامتحان، قال لك ما أسباب فشل حملة فريزر؟ نيجي بقى لأسباب فشل حملة فريزر. واحد، موت محمد الألف. اثنين، مقاومة أهل رشيد والحماد. ثلاثة، محاصرة محمد علي في الإسكندرية. الإسكندرية طبعا محمد علي حاصر إسكندرية بعد ما كان بيحارب في الصعيد، جه حارب الحمل فريزر، وطبعا كان عمر مكرم كان ليه الأولياء الأكبر. وبعد كده المشكلات الثالثة اللي قابلت محمد علي، القضاء على الزعامة الشعبية. محمد علي من الآخر كان عاوز يقضي على الزعامة الشعبية عشان يتخلص من الشروط اللي فرضوها عليه. طب بما تفسر، وان شاء الله السؤال ده جاي 2020 السنه دي، بما تفسر تخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه بسبب؟ واحد، قوه الزعامه الشعبيه متمثله في مين؟ في سيد عمر ايه؟ وتوليته ايه؟ توليد الحكم. اثنين، التخلص القيد اللي فرضها عليه عند قبول الولايه. ثلاثة، رغبتها في الانفراد بالحكم دون وصايه. يعني معناها محمد علي عاوز يتخلص من الزعامه الشعبيه عشان عمر مكرم بقى قوه لا يستهان بيها، يتخلص من القيود اللي فرضوها عليه، عاوز ينفرد بالحكم لطبيعه محمد علي الحكم المطلق المستبد. هنا بقى السؤال، ازاي تخلص منهم او بما تفسر سهوله التخلص من محمد علي في الزعامه الشعبيه؟ بسبب انقسام القيادات الشعبيه فيما بينها ودخول عمر حاول تقدير مين؟ عمر مكرم ومكانه. اثنين، اخذوا منافسوه الدستور اللي هو ايه؟ يعني الدستور الاساسي عند محمد علي. ثلاثه، وخلع مين؟ نقابه الاشراف ونفاه الى ضمان سنه كام؟ سنه 1800. نركز قوي في الحته دي. فريزر 1807، تثبيت محمد علي 1806، توليد محمد علي 1805، نفي عمر مكرم 1809، 1811 مذبحه المماليك. هي التواريخ مش مهمه قوي في بتيجي في الامتحان، بس نعرفها لان بيستدل بيها. يبقى سوره التخلص بسبب انقسام الزعامه الشعبيه، وبدا المنافسين يدسون له الدسائس
عند محمد علي والفرصة جات له وتم نفي عمر مكرم إلى دمياط 1809. اتبعت مشكلة واحدة عشان محمد علي يبتدي يتخلص من الكلام ده كله ويبني مصر الحديثة اللي هو المماليك. وكانت المفاجأة بما تفسر رغبة محمد علي للتخلص من المماليك ليه؟ مصدر القلق وايه؟ هو في دماغه اللي هو مفوض العنايه الالهيه لتنظيف الارض منهم يعني. جت له وسيله للتخلص منه وهو حرمانهم من المناصب الرفيعه زي مشيخه البلد وطردهم في مكان وفي كل مكان وعمل لهم المذبحه الشهيره مذبحه القلعه كان يوم جمعه 1811 والنتائج المترتبه على مذبحه القلعه ادى الى انفراد تماما بحكم البلاد وبدأ في وضع مصر في مصاف الدول الأوروبية الحديثة. يعني نتائج مترتبة على كده تخلص محمد علي المماليك انفرض بالحكم. طبعا جاء سؤال ما رأيك فيما يلي أو فيما فعله محمد علي في مذبحة القلعة؟ لا أوافق. ليه؟ لأن هذا رأي يخالف إيه؟ الشريعة الإسلامية أو الديانات كلها، مش شرط الشريعة الإسلامية بس، سواء مسيحية أو يهودية أو غيرها، كله ده يخالف الدين عند الله، عند الله عز وجل والدين الإسلامي خاصة. ما ينفعش أذبح حد أقتل حد عشان أوصل لمنصب معين، لأن خلي بالك القاضي هو الله. بكده انتهينا من درس النهاردة بآخر حاجة مذبحة القلعة، ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله على قناتكم قناة أجيال الأندلس، هتلاقي كل أنت عاوز الدروس السابقة كلها في الوصف تحت الفيديو، ولو أنت عاوز أي حاجة بعتلي في التعليقات إن شاء الله. منتظركم في الحلقات القادمة. أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله.